السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة كويسين وكل فيديو انتم طيبين. ورجعت لكم رجالة فيديو جديد يا رب يعجبكم ان شاء الله. قبل اي حاجة نصلي على النبي عشان ربنا يباركنا في كل شيء. طبعا يا جدعان حصل اللي مش متوقع. بصوا يا جدعان، انا مش عارف السجارة عامل ازاي، هو والله في الكاميرا باين انه حلو مع ان في الطبيعة تراب وعفرة، وبصوا الغيب بتدغدغ من جوه، الغيب بتدغدغ فعلا من جوه. تعالوا نخش نشوف الدنيا عاملة ازاي، هقول لكم ايه اللي المفروض نعمله في الجو ده. بسم الله. طبعا انا قافل النور عشان لو نطر نطرت، قافل العمومي عشان لو نطر نطرت. تمام، بص يا جدعان، لسه كلف الحمام دوك، لسه كلف الحمام ده كله. تمام، وطبعا الحمد لله مأمن هنا من الكراتين. طبعا شويه السقف ده كان بيترج، الهواء بيجي جديد، السقف بيترج والغي عماله تروح. بصوا يعني ايه ليه مش بتروح وتيجي بس تهز. انا الحمد لله مأمنها من تحت بجبس واسمنت وكده ومروق عليها، بس فعلا الهواء شديد والجو صعب على الحمام. فدولك انا بكلفهم كده في الارض الكام حمامه دول، وهحبسهم بردك في المصبه بتاعتهم عشان لو الجو نطه ولا حاجه مفيش حاجه تتبهدل. تمام، طبعا لسه كلفهم. طيب عايزين بره بقى، طبعا بره هنا قبل ما نطلع يا جدعان عايز اوريكم البيت ده كان عندي قديم، البيت ده كان عندي قديم بتاع العصافير الاسترالي. تمام، فجبته حطيته لهم بردك عشان ايه لو الجو قلب جامد قوي يخشوا يتدفوا جوه، بدل ما هم سايبين عرفوا يبيدوا فيه ما عرفوش. ما عرفش هو، هل يا جدعان اللي بيفهم بس في العصافير النوع ده بالذات البيت ده حلو ليهم؟ يعني بص انا زنقه هنا بلبايه عشان خاطر ما يجيش يطلعوا. طيب بصوا يا جدعان، ديت كده زي نظام ايه اللي بيبيدوا فيها، ايه بقى اللي احطه لهم؟ ولا هم بيحطوا فره؟ انا عندي قش بره، احط لهم قش ولا هم بيحطوا؟ يعني دي بتبقى جوه كده اهي. تمام، وهنا بيحطوا قش او اي حاجه للصالي اللي انا كنت عامله وكانوا بيبيضوا فيه عادي. تمام، طبعا انا حاطط لهم دي كده ايه عشان ما يجيش يفكروا يطلعوا، بس يبقى ايه البيت مقفول. فده حلو ليهم للبيض ولا وحش للي هو الروز دوك او الفيشه؟ ما اعرفش، تالي كذا حد قال لي هم روز مش فيشه. تمام، فقالوا لي حلو ليهم ولا مش حلو. طبعا اللب بتاعهم اهوك. ما علينا، تعالوا بقى بره. طبعا يا جدعان الشبابات والزغاليل دي مش هينفع ان انا سايبها طبعا في الجو ده، الجو قالب عفره، الجو قالب هوا شديد جدا جدا جدا. لو انا طلعتهم في، يا اما هيجي لهم دمعة عين يا اما هيضيعوا. فانا بقى الحق دلوقتي ايه افتح لهم كده هنا تحت ياكلوا، بس انا الحق افتح لهم تحت هنا كده ياكلوا. تمام، بسم الله ياكلوا عشان خاطر الجو بعد العفره ده بيبقى احتمال كبير انه ينطر. تمام كده يا رجاله، اهو زي ما احنا شايفين، هو فاكرين ان هيطلعوا فوق بس مفيش فوق خلاص. انا بصوا هحط لهم ياكلوا كده في السريع، هحط لهم ياكلوا في السريع وبعد كده هحبسهم على طول عشان بصوا الجو لو نطر. كل سنه وانا طيب، هجيب لهم الكلفه وارجع لكم تاني. طيب يا رجاله الكلفه بتاعتهم اهي، بسم الله بسم الله. اصبر اصبر يلا انت اهو. طبعا الصاج قليل فانا برميلهم على الارض كده ايه عشان كل ياكل، يعني لو كله في الصاج هتلاقي حمام كل وحمام ما كلش. بس فكده كله طلع من البيبان اهوك. طبعا انا بسيبها لهم عشان اللي يخلص يقف في بابه واعرف احبسهم بكل سهوله. هم الحمد لله ثلاث ارباعهم حفظوا البيبان من غير ما اعمل معاهم اي حاجه، يعني ثلاث يعني يعتبر البوازات حفظوا بيبانهم، الحلبيات حفظوا بيبانهم، الباكستينات حفظوا بيبانهم يعني، والشبابات يعتبر سته من الشبابات حفظوا بيبانهم. بس فهم يعني الحمد لله بيحفظوا من غير ما اعمل معاهم اي حاجه. بس فبصوا بقى يا جدعان اللي المفروض يتعمل مع الحمام ده دلوقتي، ان انت لو عندك عسل اسود او اي عسل بتحطه على الميه، مثلا معلقه على لتر ميه ولا حاجه، وتقلبه كويس جدا جدا جدا، ويا ريت تكون الميه دافيه وتحط معلقه العسل عشان العسل بيدوب او بيتفكك في الميه الدافيه، مش في الميه اللي هي العاديه اللي هي بحراره الغرفه، لا ميه تكون دافيه شويه وتسيبها تهدى خالص وتبقى ميه طبيعيه وتسقي بيها الحمام. دي هترفع له سعرات حراريه وهتخلي الحمام يستحمل الجو الهواء الشديد ده. وممكن برضك تجيب فص التوم تقسمه على ثلاثه وتدي كل واحد ربع كده في بقه على طول. الحاجات دي كلها يا جدعان هتفيد الحمام ده كويس جدا جدا مع الشبابات او مع الاصوص جوه. هنسيبهم ياكلوا، تعالوا بقى نخش جوه كده. ثانيه
واحدة. طبعا يا جدعان مش عايزين ننسى الدعاء لاخواتنا في فلسطين، ربنا يا رب ينصرهم يا رب ويقويهم على اللي هم فيه ويرحم موتاهم يا رب ويجعلهم من الشهداء، امين يا رب. تعالوا بقى نفتح بس النور كده. بص يا جدعان، البراز ده طلعت لقيته كده الحمد لله ما اتكسرش. طبعا انا لو سبته كده هيتعمل، احنا نسيبه بس كده اهو عشان ما يجيش حاجه تقوم قلباه يتكسر. تعال نطمن بقى على حمامنا زي الفل. النت اللي جوه دي شكلها كده عينيها كسرة، يعني داخلة على الدمعة. تعالي كده، لا حلو مفيهاش حاجة. خش يا سولت، عاملة يا سولت؟ مراتك عاملة يا ابو السلاطين؟ طبعا ما شاء الله يا جدعان، مراته دي برضك من فرخنا، برضك دي بنت فوزي. شيماء، يا عم عبس انت كبرت وخبت ولا ايه؟ فين يا عم؟ فين؟ فين؟ مش كنت بتبيض وكانت مش انت اللي بتبيض يعني، كنت بتكسر زي الفل ولا ايه يا عم؟ راحت عليك. طبعا الحلبات احنا لسه ناقلين من عندهم امبارح ابنهم. طبعا احنا بس بناخد جوله كده سريعه نتفقد الحمام، في حاجه عينيها رجعتها حاجه كده او كده؟ هنا مفيش. دولك اللي جوزناهم امبارح يا جدعان، ما شاء الله خدوا على بعض. وبصوا في ريشة اهو اتحط في الطاجن والدنيا زي الفل. بصوا اهو خدوا على بعض من يوم. طبعا النتاية لما تكون عايزة تتجوز او الذكر يكون عايز يتجوز، بس هي الفكرة في النتاية لما تكون طالبة الجواز بتسيبهم ما بيتخانقوش مع بعض، بس طول ما النتاية هي مش طالبة بتلاقيهم بيتخانقوا. فانا لما سبتهم امبارح لقيتهم واخدين على بعض فسبتهم مع بعض. بس الاصل زي ما انا قلت لك بتحط فرد في باب، وفرد في باب ياخدوا على بعض اسبوع بعد كده بتدخلهم لبعض. بس طالما طالبين خلاص، طالما النتايج حنت خلاص. طبعا يا جدعان البوازات دولك بردك احنا نقلنا ابنهم امبارح وسيبنا ده عشان كان ضعيف شويه ما شاء الله، يعني انا عايز اوريكم صدره ما شاء الله ملا. بص اهو مأكلينه، يعني الجهد بتاعه الاكل كله راح ليه هو. فانا يومين ثلاثه كده يتغذى، بعد كده ننقله مع اخواته، يعني ده اخوه ودول الخمسه اللي احنا نقلناهم امبارح بس. فطبعا لسه كلفهم اهو، خلصوا الكلفه ما شاء الله. عايزين بس نشوف الكلفه كفتهم ولا لا. بنشوف اعرفها ازاي يعني بالراحه كده. ده واكل نص كلفه، وده ما شاء الله واكل كلفه كامله، ده برضك ما شاء الله يا جدعان واكل يعتبر تلات ارباع كلفه. الاتنين الصغيرات دولك ده ما شاء الله برضك واكل تلات ارباع كلفه، ده اللي يعتبر مش واكل خالص. فنقوم عاملين ايه بقى؟ المعيار اللي انا حاطه لهم ده كده قليل، فبنعمل ايه؟ اقوم جايب لهم كبشه كده كبيره تانية يا جدعان. يعني انا حطيت لهم كبشتين، لا احط لهم ثلاثه بعد كده اهو. بصوا بس ياكلوا، فانا حطيتها لهم هيقعدوا ياكلوها دلوقتي، بس هم خايفين مني عشان انا ايه يعني بصور. على الله تسهيل نكمل. دولك كان تحتيهم زغلول، هم راحوا على الكلفه. هم يا جدعان لا واخدين بالكم اهو، مش عايز افتح بس. بصوا اللي انا قلت لكم ما اكلش حلو اهو، اول واحد راح على الكلفه. بس دولك كان تحتيهم زغلول اهو، حظه طالع في يوم، يعني هو طالع اول امبارح بس يلا ان هم مدفينه. واحسن حاجه الهواء بتاعي جاي كده، البحر بتاعي جاي كده يا جدعان، يعني مفيش هواء داخل كده يعني، بس بيخش بس ضعيف يعني مش زي ما هم في الوش. ودولك لسه ما فكوشي، ودولك لسه ما حصوشي. وهنا يا جدعان دولك ما شاء الله عالجنا منهم دمعة العين، بس الذكر ده فيه ريشة في عينه وجعاه. يعني بصوا ازيك يا حاج، عينه دي اهي كانت كاسرة الحمد لله مفيش حاجة، ديك بس اللي فيه زي نظام ريشة في عينه. اصبر يا ولدي يا ولدي. بص يا جدعان هي اللي عاملة له الالتهاب ده اهي، علي ايوه ياض بس يا ولا يا ولا بس بس كده يا جدعان اهو. طبعا الحلسه يا جدعان بتبقى عينين مفسخه او مفتقه، بتبقى واسعه يعني، فدي كده مش دمعه عين، دي طبعا عينه التهبت عشان كان في ريشه في عينه. تمام، بس هو الحمد لله بقوا كويسين بقوا زي الفل. ودولك ما شاء الله هو النتيجه بقى ده ايه شكلها كده، هتجيب الحصويه الثانيه صوت غزار ربنا يسهل يا رب. طبعا النتيجه دي بتاعتنا احنا كانت زغلوله، وده الدقه احنا شارينه كان بتاع النتيجه دي، وده ما شاء الله كان وارد في الطاجن ايه. عايز ابص على النتايه موسعه ولا لا؟ ما شاء الله يا جدعان النتايه كويسه قوي، مع الذكر ده باذن الله يجيبوا لنا زغلولين حلوين. هنقوم احنا بقى عاملين ايه في الحوار ده يا جدعان؟ نجس النتايه.
نجس النتايه لو اكبر. بصوا يا جدعان، هي موسعه شويه بس لسه معلهاش حصايه، او لسه ممكن تكون بتجمع حصايه. طالما الدقه ده في الدقه ممكن تكون بتجمع حصايه، على الله التسهيل. انتوا لسه بتاكلوا؟ ما شاء الله. لا دولك ما شاء الله، انتوا عارفين الناس اللي بتحب الاكل قوي هم دول نفس النظام. ايه يا فوزي، اخبار بيضك ايه؟ يعني عيالك اللي في البيت ده. دي النتاية دي على فكرة، ده فوزي راجل انا قاعد بيتجنن. طابعا النتاية دي برضك كانت شابة، كانت طايرة في دار السلام، كانت خلباها ما اكتشفتش انها انتهى غير لما جيت هنا. ما شاء الله، بص عاملة ازاي، عليها حنية، اللهم صل على النبي. يعني ايه يا فوزي؟ ايه يا عم، والله وحشني يا صاحبي. والبرق دول مش عارف، مش عايزين يحصوا ايه، ربنا يسهل ويحصوا. عايزين نفرغ زغلولين بلق يا جدعان، عايزين نفرغ زغلولين بلق. دكر ده، دكر ده شكل كده، هدي لي النتايه دي. النتايه اللي فين؟ النتايه دي يا جدعان، عادي بس شكل كده. هدي لي النتايه دي، النتايه دي كويسه قوي قوي، هتبقى معايا. جابوا لنا زغلولين حلوين امك. والنتايه التانية نديها للدكر ده بس، وعلى الله التسعيه ان شاء الله نعملها في الفيديو الجاي. تمام كده يا جدعان، ودي كده احنا تفحصنا الحمام عندنا عامل ايه. طبعا بره خلصوا كلفة اهو، وده بيأسس شوية لب ما شاء الله، وهو ما خلصوا الكلفة وابتدوا يخشوا ببانهم. تمام يا جدعان، بس اللهم صل على النبي اهو. الحلبي دخل بابه، ايه تاني دخل بابه، ده دخل بابه اهو، كان الاحمر ده بابه فعلا. بس اقعدوا بقى يتنقلوا كده 5 دقايق بس، اسيبهم كده يا جدعان ايه، يملحوا كده بقى من الارض والكلام ده كده كله، واقوم حابسهم عشان لو الجو نطر ما ينطرش عليهم ويبهدلهم. مالهمش رزق ان هم يتفتحوا النهارده. وبس كده يا جدعان، ده الفيديو بتاعنا النهارده. تفقدنا الحمام والجو فعلا قلب، والسلاكه دي من شويه كان هوا شديد قوي والله يا جدعان، كنت حاسس انها بتطبق في بعض، بس الحمد لله مفيش حاجه حصلت. وبس زي ما قلت لكم، حاولوا اعملوا العسل او التوم زي ما قلت لكم، وربنا يا رب يعديها على خير. بس وكان معكم يوسف صبحي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.